موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء الصفح الجميل
فسبح بحمد ربك وكن من السامعين.